هذه أموال أموالك مع المكافأة. فاستغربت من أمره فقال: لا تعجبي يا سيدي، فقد أردت إلهاؤهم عن حقيبتي التي بها 3 ملايين دولار، كنت مضطرا لهذه الحيلة. العبرة من هذا كله: أحيانا يكون الذي يدعي الوطنية والشرف هو اللص الحقيقي. فما أكثر أشباه هذا الإنجليزي في كثير من الأوطار. السلام عليكم.